مساء الخير وأهلا بكم في الحلقة الأسبوعية من الطبعة الأولى. صاحبة السمو الملكي السابقة الأميرة فريال فاروق، هي ابنة الملك فاروق وهي ابنة الملكة فريدة. الأميرة فريال عاشت 14 سنة قبل الثورة، يعني سابت مصر مع الملك فاروق وهي في سن 14، سن وعي غير مكتمل، فشافت وما شافتش وسمعت وما سمعتش، لكنها اتولدت سنة 38 في السنوات الصعبة، يدوب 10 سنين، 1948 حصلت حرب فلسطين وقصة الأسلحة الفاسدة وما لحق تلك الحرب من تداعيات. عندها يدوب 11 سنة 12 سنة 13 سنة والدنيا كلها كل يوم فيه جديد، من اغتيال حسن البنا 49 وصعود الصراع بين الإخوان المسلمين والسلطة، لأحداث سنة 50 مصر المحتقنة، لأحداث 51 حريق القاهرة، لأحداث 52 نهاية الملك والمملكة وحياة الأميرة فريال كأميرة وتحولها إلى إنسانة عادية وربما أقل، لأن في أوروبا أو قبل أوروبا وهي طالعة من اسكندرية شنط صغيرة في اليخت المحروسة وصلت إلى إيطاليا، قعدت في كابري، بدأت بقى السنوات اللي فيها ربما تكون الأميرة عادية أو أقل من عادية، محنة إنسانية كبيرة، لكنها لدى المعارضين كانت ضرورة سياسية، ما جرى للأسرة المالكة المصرية بعد عام 52. قصص كتيرة. يا ترى الأسرة المالكة المصرية قبل الثورة كانت عايشة إزاي؟ إيه مدى صحة حجم الأساطير حول الملك فاروق، علاقاته العاطفية، شرب الخمر وما إلى ذلك؟ يا ترى إيه اللي حصل بعد كده؟ في حد كلم الملك وقال له نرجعك للملك في مصر؟ الملك في المنفى حاول يقيم حكومة منفى؟ الثورة المصرية طاردت الملك في المنفى؟ هل قتلت الثورة الملك فاروق؟ إلى غير ذلك من أسئلة خطيرة وصعبة. وهذا هو أول حديث للأميرة فريال إلى محطة مصرية. سمو الأميرة فريال في الحلقة الأسبوعية من الطبعة الأولى في حديث خاص من القاهرة بعد الفاصل. سمو الأميرة فريال، أهلا وسهلا بسموك وشرفتي ونورتي قناة دريم وبرنامج الطبعة الأولى. أهلا وسهلا. سموك مواليد 1938، يعني عشت سنوات قبل 1952. في أساطير كتيرة حوالين حياة العائلة المالكة المصرية قبل الثورة، إلى أي مدى الأساطير دي صحيحة وإلى أي مدى فيها مبالغات؟ في حاجات كتير يعني مش تمام. بمعنى يعني في كلام انه، طيب قولي الكلام وانا اقول لك لو صح ولا مش صح. الكلام اللي بزخ فلوس كتير، حسابات في سويسرا، ممتلكات كتيرة، مجوهرات. يا ريت كان في حسابات في سويسرا. لا كان ما فيش. لا هو ما طلعش فلوس عشان كن مش في باله ان الحاجات هتحصل بالطريقة دي. اما السموك عشت ازاي الطفولة؟ يعني نشأت ازاي؟ لو عشان عائلة الملكية السعودية. لا انا اقصد بداية نشأة حضرتك في القصر الملكي في القاهرة، السنوات الطفولة الاولى. كنا كأميرة صغيرة، كيف نشأت؟ كأميرة صغيرة كنا زي العساكر، بنقوم الساعة 7 بنفطر 8 9 الى ربع الدروس لحد الساعة 12
وبعدين جمباز وبعدين الأكل وبعدين ممكن نلعب شوية وبعدين كمان دروس. يوم عسكري منضبط بهذا الشكل يعني في يعني 9 الا تقريبا. ربع، يعني في حاجة اسمها 9 الا ربع لا بس كله ورا بعضه. ورا بعضه يعني لغاية سنة كام كان في هذا الجهد اليومي؟ لحد ما مشينا. أنا كان عمري 14 سنة مشيت، يعني كنت لسه طفلة. طب الحياة الاجتماعية لحضرتك قبل الثورة، يعني أصحاب، أصدقاء، خروج، ليكي في الحياة كان ما فيش السياسية خروج، كنا ما بنطلعش من السرايا طول الوقت داخل القصر؟ بس مرة في الجمعة كنا نروح نزور والدتنا، بس كنا فين؟ ما بنطلع في بيتها عشان كانت مطلقة. طبعا انت حضرتك عارف كده، الملكة فريدة. الملكة فريدة. فكنا بنشوفها كل يوم جمعة، ودي كانت المرة الوحيدة اللي كنا بنطلع من السراي. لكن فيما عدا أيام الجمعة كأنها حياة عسكرية داخل القصر، معاد ورا معاد ورا معاد. معاد. كله بالمعاد. كنت سموك متابعة الحياة السياسية في مصر قبل الثورة؟ يعني مثلا لو أنا قلت سنة 1948 كان عندك 10 سنوات، كانت حرب 48، كان في ذاكرة سموك كطفلة؟ في القاهرة كان في، انا عارفة ان حصل حاجات حرب فظيعة، فلسطين. وحرب فلسطين سمعنا، بس كنا مش كان ما كانوش بيتكلموا كتير قدامنا. لا يعني في موضوع مثلا الأسلحة الفاسدة. انا كان عمري 13 14 سنة، الحاجات دول كانوا مش بيتكلموا قدامنا. لكن ما كلمتيش في ده سموك حتى مع الملك فاروق في المنفى، أو سمعتي من لا أسرة احنا مالكة؟ كنا اطفال، الاطفال في النيرسري ما لهمش دعوة بالحياة. يعني حرب 48، الإخوان المسلمين، سمعناه حادثة كده القاهرة. وعرفنا بعدين، بس في وقتها كانوا مش بيتكلموا في الحاجات الوحشة قدامنا، احنا كنا أطفال وبس يعني. يعني مثلا أحداث 51، حريق القاهرة، سموك برضو سمعت شوية عن سمعنا، كنا بنسمع الخدمين بيتكلموا، انت عارف الأطفال ازاي بيسمعوا ورا الباب. بس المفروض ما فيش حد يتكلم قدامنا في الحاجات دول. في الحاجات السياسية دي، احنا كنا صغيرين. ولا بعد كده في المنفى اتكلمت مع بعدين الملك فاروق؟ بعدين عرفنا. لا هو كان ما بيحبش يتكلم، كان بيتأثر قوي. طب عرفت ايه سموك عن مثلا حرب فلسطين 48 او حريق القاهرة او الثورة؟ ايه اللي عرفتيه بعد كده عن هذه الاحداث؟ اما احنا طلعنا مصر كنت مش عارفة حاجة، عرفته بعدين. إلا كنا في مش عارفين ايه اللي حصل، عارفين ان حصل حاجة صعبة قوي. كنا بنسمع كلمة من هنا، كان ما فيش حد عايز يكلمنا قبل ما يكلمنا الوالد. كنا مش عارفين حاجة، لما حصل حريق قالوا لنا نلموا شوية حاجات وبس. يعني سموك في الفترة اللي قبل 52 ما كنتيش مطلعة كأميرة صغيرة على الأحداث السياسية في لا البلاد ما فيش حاجة خالص؟ خالص. لو نسمع كلمة من هنا وكلمة من هنا وبعدين أما يشوفونا يسكتوا على طول. طب الخدم كانوا يعني حاجة كانت تغيظ.